باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة من برنامجنا مش لوحدك. لو محتار في اختيار موضوع معين، لو محتار وعاوز تاخد رأي أبونا أب اعترافك في موضوع محيرك، لو في موضوع أنت مش عارف تتصرف فيه، عايز أقولك النهاردة زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لنا مسبح. عيب قوي ان انا اقعد احكي بره واخد مشورة من ناس كتيرة، وده كويس مش غلط، ولكن لازم تفتكر انه لنا مسبح. احد الاباء قال كلمة حلوة جميلة جدا، قال: ممكن الارض تعيش بدون شمس، ولكن لا يمكن للعالم ان يعيش بدون الافخارستية وبدون المسبح. دايما نتعلم المسبح هو المكان اللي بيلمنا كلنا على ذبيحة واحدة نتناول منها، وتترفع الصلوات كلها بالكامل لربنا من المسبح. كل الناس اللي تعاملوا مع ربنا في العهد القديم كمان الجديد بنوا مسبح. إبراهيم لما كان ربنا يوفقه في موضوع معين يبني مسبح، يعقوب لما لقى نفسه تايه وهو رايح لخاله لما هرب من عيسو بعد ما أخذ منه البكورية، لقى الملائكة طالعة ونازلة وسلم من الأرض للسماء، بنى مسبح. أيوب بنى مسبح. ناس كتيرة لرجال الله بنوا مسبح. احنا عندنا المسبح ده، لنا مسبح. دايما نتعلم لما تبقى محتار ونفسك ترسى على حل معين في مشكلة انت مش عارف تتصرف فيها، اوعى تنسى المسبح. بسرعة اجري على المسبح وقول له: أنت المكان الوحيد اللي أقدر أرفع صلواتي لي لربنا وتبقى مقبولة. افتكروا معايا كده قصة الملك حذقيا لما جاله ملك سنحريب ملك أشور وبعت له رسائل علشان يقوله الإله بتاعك ما هو زي الآلهة اللي بره، مش هيفرق كتير، يعني من أيام هدمت معابد الآلهة اللي حواليك إلهك يعني هيطلع إيه؟ عارفين الكتاب يقول كلمة حلوة جميلة، يقول: فنشر حذقيا الرسائل أمام الرب. حلو قوي لما تنشر الرسائل بتاعتك قدام ربنا، ودي اللي في طقس الكنيسة الجميل بتاعنا، نلاقي شعبنا القبطي الحلو يكتب ورقة كده ويقول لشماس: اديها لابونا حطها على المسبح. دي واخدينها من قصة الملك حذقيا لما عمل كده ونشر الرسائل قدام ربنا. لنا مسبح. لنا مسبح لما يبقى معاك مشكلة. حلو قوي لما تعرف صديق المسبح ده أو شفيع المسبح ده وقول له عندك المشكلة دي. كان بيعمل كده قداسة البابا كيرلس، ربنا ينفعنا بصلواته، لما كان يبقى فيه مشاكل كتيرة معاه في البطريركية، طبيعي جدا مشاكل كتيرة ومتعددة ومنواحي كتيرة، يروح لمريمينة: يا مريمينة أنت عندك المشكلة الفلانية، أنا حديلك أسبوع تكون خلصتها. يا بابا يا يا يا, يا مثلا الأنبر ويس، أنت عليك المشكلة الفلانية أنت هتخلصها. أمنا العذراء، أنت عليك المشكلة بقى كبيرة دي علشان أنت أمنا، كلنا هتخلصي المشكلة دي. افتكر في مرة كنت لسه مرسوم جديد تقريبا سنتين أو ثلاث سنين، وبعدين عندنا في كنيسة ماري جرجس في أب كاهن اتنيح قريب اسمه أبونا مرقس، ربنا ينفعنا بصلواته، كان أب بمعنى الكلمة، كان شخص يعيش حياة المسبح فعلا، كاهن رائع جدا وجميل جدا. في مرة كده وكنا في أيام صوم نينوى، وبعدين بيبقى تبقى عندنا الكنيسة ثلاثة أدوار زحمة جدا، وإحنا كنا أربع كهنة بس، وبعدين يعني صحيت الصبح لقيت نفسي سخن وجسمي مكسر ودور انفلونزا صعب جدا، لدرجة أن كنت بتحرك يعني بيسندوني علشان أقدر أتحرك. وأول ما دخلت الكنيسة فكان وقتها عليا الذبيحة، فأبونا قال لي: اتفضل قدم الذبيحة. فأنا قلت له: معلش أخطيت يا أبونا، أنا تعبان مش قادر أقف على المسبح، وأنا فعلا مش قادر أصلي وخايف أن أنا ممكن أقع في المسبح يعني، فأنا جاي بس علشان ممكن أساعدكم في المناولة أو كده. فوجئت بموقف عجيب، قال لي: هو أنت تعبان؟ هو إحنا شغالين فين؟ إحنا شغالين في الشارع، إحنا لينا مسبح نقف قصاده، تعالى. راح مسكني من ايدي، ابونا بالمناسبه يعني حاجه و90 سنه، مسكني من ايدي كده وراح يعني قارص على ايدي جامد وحطها على المسبح وقال لي: قل له كده اديني شفاء
من عندك، اديني قوه بروحك القدوس اقدر اكمل القداس. قلت له حاضر. عملت كده فعلا، لقيت قوه خاصه دخلت جوايا. انا كملت القداس وناولت تقريبا تلتين الشعب، بالرغم من كل التعب اللي جوايا. لنا مذبح. اتعلم دايما كده، بنقول في صلاة الساعة الثالثة: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قيام في السماء. المذبح ووقار المذبح هو اللي بيحسسنا بوجود السماء على الأرض، بيحسسنا أن احنا لابسين السماء وإحنا على الأرض. أما مكاريوس عندنا فإنا كان دايما يقول الشمامسة: خدوا بالكم محدش يقرب من المذبح جامد، ما بلاش حد يهزر، بلاش حد يضحك، بلاش يبقى فيه حركات لا تليق بالمذبح، لأن الشاروبيم والسرافيم كل الملائكة مذبح ده بيبقى ملتهب نار. أخيرا أقدر أقول لك: لنا مذبح. أوعى تفتكر أنك لوحدك، لا، لنا مذبح. أوعى تفتكر أن مشاكلك وضيقاتك وأمراضك والمواضيع اللي ممكن تبقى محتار في أنك تختار قرار رئيسي فيها، قرار حازم في حياتك، لنا مذبح. ربنا يبارك حياتكم، ربنا يسندكم، ويجعل بيوتنا كلها كنايس ومذابح لله. لإلهنا المجد الدائم أبديا، آمين. كنا بنصلي أبانا الذي ممكن تاخد معنا 6-7 دقايق، دلوقتي للأسف الصلاة بقت بالنسبة لنا روتين. وقفت قصاده وقالت له: ما عنديش غير أن أنا حكي قصادك وأقول لك ما عنديش حد يشفي بنتي. تهتهت الأطفال بالنسبة له عشق، نفسي تحب تحكي معي.